يعني على ثلاثة أطوار. إذا كان الأغلبية المزاولين في الدور الأول يعني غادي تصفوا في الدور الأول، إذا ما كانش الأغلبية ديال المزاولين أغلبية في الدور الأول كنمروا الدور الثاني، موراها إذا ما كانش عندهم الأغلبية كنمروا الدور الثالث، هذي كنسمو الأعضاء الحاضرين غادي نسمو في هذا الفورمال. نبداو من الناحية ديال الانتخاب السيد محمد الناظر للقيادة السادسة، من مع انتخاب السيد محمد الناظر؟ السيد هجر سعيد، هجر سعيد، الأخ سعيدة زنون، الأخ عبد الحميد طريقة، فريد الكاس، الأخت محمد الناظر نائبا سادسا للرئيس.